هل حصلت على هدية من بابا نويل؟ وهل تمنيت أمنية منه في يوم من الأيام؟ هل تشعر بالسعادة عندما ترى شخصا يلبس ملابسه أو تشاهد فيلما من أفلامه؟ هل لبست ولو لمرة واحدة في حياتك القبعة الحمراء الخاصة بهذا الرجل؟ إذا كانت إجابتك عن سؤال واحد على الأقل من هذه الأسئلة بالإيجاب، فاعلم أنك مثلي تماما، وقعت في شباك غزاة التاريخ الذين خدعوك وخدعوني لسنوات طويلة. فالشيء الذي لا يعرفه كثير منا أن هذا الرجل الضحوك والسمين والذي يقضي حياته مسافرا لإسعاد الأطفال في مختلف أرجاء الأرض، ما هو في حقيقة الأمر إلا مجرم وقاتل. فبابا نويل ومعناه بالفرنسية أبو الأعياد هو اللقب الذي أطلق على نيكولاس أسقف ميرا الواقعة في جنوب تركيا حاليا، والذي خلعت عليه الكنيسة بعد ذلك لقب قديس سانت نيكولاس أو سانتا كلوز اختصارا. هذا الأسقف كان من قادة الأساقفة الداعين إلى بدعة تأليه المسيح، وشارك في مجمع نيقية الشهير الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. هذا الرجل الذي يصور الأطفال كأنه رجل ودود قام في ذلك المجمع بالاعتداء بالضرب على القسيس آريوس بطريقة همجية أثناء عرض آريوس لأدلته حول وحدانية الله. وبدلا من المناقشة المتحضرة تهجم نيكولاس بكل سفالة على آريوس، الأمر الذي دفع بالحاضرين إلى طرده من المجمع، وتم سجنه بعد ذلك قبل أن يخرج بعد أحداث مجمع نيقية التي فصلناها أيضا في الحلقة الماضية، يمارس إرهابه ضد المسيحيين الموحدين ويدمر الكنائس الموحدة في المقاطعة التي كان هو أسقفا عليها. وطبعا لإخفاء هذه الحقائق المخيفة عن المسيحيين، قررت الكنيسة لاحقا خلق صورة مزورة عن قديسها المزيف لخداع المسيحيين منذ نعومة أظافرهم، لكي ينشأوا على حب هذا الأسقف الذي حرف دين المسيح الأصلي. فقامت الكنيسة بسرقة شخصية أسطورية موجودة في التراث الإسكندنافي لإله وثني يتمثل برجل أبيض اللحية اسمه أودين، كان يطير حسب الأسطورة بمركبته في الشتاء ليوزع الهدايا يوم 25 من شهر ديسمبر. فسرقت الكنيسة من أودين كل شيء، من عربته الطائرة وهداياه حتى تاريخ طيرانه ولحيته البيضاء، وألصقوها بقديسهم المزيف نيكولاس الذي كان في حقيقة الأمر يقتل ويعذب ويدمر. يعني بابا نويل أو سانتا كلوز الذي يحبه كثير من أطفال المسيحيين بل وحتى أطفال المسلمين، ليس له علاقة أصلا بالأطفال أو الهدايا، بل كان مجرد قاتل إرهابي تم إخفاء حقيقته المخيفة من قبل غزاة التاريخ الذين خدعونا منذ طفولتنا متلاعبين بمشاعر الأطفال الأبرياء بهدف أن نبقى أنا وأنت أسارى لحقيقتهم التي كتبوها هم بأيديهم، فاستخدموا لتحقيق ذلك الهدف وسائل رخيصة في بعضها ودنيئة في بعضها، أما في أغلبها فقد كانت وسائل قذرة.